السلام عليكم الناس الكل، مرحبا بكم مرة أخرى في فيديو جديد، ومرحبا بكم في قناة عاطف إكريك تي. شباب نعتذر على الانقطاع الدوري على القناة، نعرف اللي أنا عندي برشا ما نزلتش حتى فيديو في القناة بتاعي. صراحة شباب نزلت بويا باس أسطورية، فعلا أسطورية شباب، وأنا عجبتني على الأخر، هذاك علاش حبيت نفتحها ونفتحها معكم. يلا هذه البويا باس شباب معنا، خلينا نشوفوها وخلينا نشوفوا اسك باش ناخذوها ب 300 والا باش ناخذوها ب 800. لكن شباب قبل ما نشوفوا البويا باس وقبل ما نتعدوا ونشوفوا كل شيء ونشوفوا الجوائز اللي نجموا ناخذوها، نحب نشكر الناس الكل اللي سالت عليا وقالوا لي عاطف وينك، شبيك اعتزلت وشبيك ما عادش تهبط الفيديوهات وشبيك. شباب نحب نطمنكم اللي انا ما اعتزلتش الفري فاير وما اعتزلتش اليوتيوب، راني اذا غبت فقط لظروف، لكن بطبيعه الحال راني باش نتوحشكم وباش نرجع لكم مره اخرى. اوكي شباب ما نطولش عليكم، خلينا نشوفوا الجوائز اللي موجوده في البويا باس. بطبيعه الحال شباب اول حاجه نبدو بها اللي هي سكين البنت، سكين البنت يعني دون معاناة دون تعب أول حاجة تاخذها في البويا باس، قبل حتى يعني من الأشياء المجانية تاخذ سكين البنت. سكين البنت بصراحة شباب جميل وجميل جدا، نعطيه 8 من 10. أوكي شباب النقار، نقار 30 يوم فقط، عندك المدى 2 والسرعة 1 وناقص 1 في سرعة الحركة. مملوك مملوك مملوك، إيه هذوما حيوانات نجم تاخذ أي نجم تاخذ حيوان من الحيوانات هذوما. شباب كما تشوفوا يعني عندي مملوك الكل في الحساب نتاعي. هذا صندوق لوت، صندوق لوت شباب تاخذوه بالمجان يعني تاخذوه من فوق. عندنا قطاع ماجيك كيوب كالعادة، عندنا النقار مرة أخرى 3 أيام بالمجان يعني بالمجان يعني حتى من غير ما تاخذ البويا باس يعطوك تجرب النقر هذايا. ما فهمتش علاش فقط يعني تجرب النقر هذايا، يمكن باش يهبطوه مرة أخرى في الحظ الملكي نتصور الله أعلم. هذايا الموتور شباب اكسبيريونس 7 أيام 50 في الجولد كالعادة، نرجعوا لقطاع الماجيك كيوب 50، هذوما كل حاجات يعني شباب بسيطة أنا نشوف فيها يعني بسيطة. خلينا نشوفوا صندوق لوت شباب، صندوق لوت بصراحة جميل وجميل جدا رهيب بصراحة. أنا بالحق وصلت نزلت فيديو على البويا باس هذه بالحق خطرها عجبتني على الأخر على الأخر. باهي هذا صندوق لوت شباب نشوفوا يعني الحاجة هذه الخارجة منه والذهب، وشكون ما يحبش يعني الذهب. أوكي كالعادة نرجع قطاع الماجيك كيوب شباب بالحق، يعني اللي يحب يربح أكثر ماجيك كيوب. المرة فاتت أنا وقت اللي يعني نزلوا نزلوا يعني جوائز بالماجيك كيوب شباب كما شفتوا يعني عندي ما شاء الله برشا. علاش عندي برشا قطاع الماجيك كيوب، برشا ماجيك يعني ماجيك كيوب كامل مش قطاع ماجيك كيوب، لاني ديما نحل بويا باس بصراحه. تو البويا باس شباب ولات يعني 100 جوهره، يعني تشحن 100 جوهره يعطوك 300 هذوكم تاخذ بهم البويا باس. يعني نجيو نشوفوا احنا نجيو نحسبوا نلقوها البويا باس ب 100 جوهره فقط. اوكي شباب هذه اسكي، اوكي لهنا عندنا 7 ايام 100% جولد. اوكي 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 هذوما حاجات يعني لهنا النقار على طول، والله جيجي كف والله كف كف شباب النقار على طول. اوكي خلينا نشوفوا نزيد نشوفوا السمات نتاعو شباب. عندنا المدى 2، عندنا 1 في سرعة اعادة التحميل، وعندنا ناقص 1 في سرعة الحركة. اوكي كالعادة قطاع ماجيك كيوب، قطاع ماجيك كيوب شباب لهنا عنده مقلات، مقلات ايضا شبيه كله تحسه يعني بالذهب ما فهمتش علاش. عند الجولد شباب اوكي قطاع ماجيك كيوب مرة اخرى، يعني برشا 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 قطاع ماجيك كيوب. لهنا عندنا لحظة بركة نظارات، نظارات ايضا ماهيش خايبة حلوة. اوكي عندنا حقيبة، حقيبة ليفل ا ليفل 2 ليفل 3 يعني تحسها ليفل يعني ليفل 1 شكل، ليفل 2 شكل اخر، وليفل 3 شكل مختلف تمام. جيجي حاجة يعني حاجة باهية على الاخر اكيد جدا. ثم حاجة انا تعرفوني اني حبها على الاخر، بطبيعة الحال نحكي على المتابعين اساطير الاساطير. كلكم اساطير شباب والله يعني كلكم اساطير كالعادة. قطاع ماجيك كيوب شباب، والحاجة اللي قلت لكم عليها اللي بتبيع تعجبني واكثر حاجة نركز عليها في البويا باس هي الرقص شباب. انا بصراحة رقصات ما تحكيش معايا في الرقصات. اوكي الرقصة جميلة بصراحة مدفع يعني عودها اكثر من مرة، اي عودها اكثر من مرة. جيجي والله. الرقصة خلينا نقول نعطيها 8 من 10 مثال، 8 من 10 رقصة يعني اسطورية.
اوكي كل هذا نرجع قتال ماجي كيوب شباب، وهذوما صناديق يعني صناديق تطور تطوير السلاح اذا كان عندك سلاح ايفو. وخلينا نشوفوا اخر حاجه مهمه في البويا باس هذه، واللي هي سكين الشاب. اول مره نشوف سكين الشاب يشبه شوي يعني في الجماليه يشبه شوي لسكين الفتاه، والا حتى افضل من سكين الفتاه صراحه. سكين نعطيه 9 من 10. شفتوا لهنا يا شباب، لهنا عنده ساق ولهنا ما عندوش ساق، يعني قرصان بأتم معنى الكلمة. لهنا كالعادة عينين، ما عندوش عينين نورمال مو. اوكي وكالعادة لهنا يا شباب يعني نشوفوا الحاجات اللي بقى عندي، هذه مملوكة في الحساب بتاعي شباب، لازم نبتدي شرجوها مثالش، خلينا نبتدي شرجوها شباب. ثم برشا تسالوني عليها هذه، وديما كل مره يعني نبقى نجاوب عليها. مثال شديد كيفاش تاخذها شباب، انا وصلت بريود ديما نفتح في البويا باس ب 800 جوهره. تو خلينا نمر للترقية يا شباب، بطبيعه الحال مادام فيها رقصه اسطوريه وبرشا حاجات اسطوريه، انا بصراحه باش نحلها ب 800 جوهره. اوكي شباب، اوكي خلينا نشوف شنو هي باش يعطونا. بريميو اي بريميوم، مانيش باش نعمل مشاركه مفتوحه 21 مره، عندنا 21 بويا باس. اوكي الحصول على الكل. تجويد باش نحط السكين صراحه. اوكي ياخذوا هذيك العاده. اوكي حيوانات نساو الكل مملوكه عندي في الحساب، دونك شنو باش ناخذوا هذو هذايا مثلا. اوكي اعطونا 11 من هذيك. بون خذينا كل شيء. اوكي خذينا كل شيء نتصور. اعطونا 50 حصول على الكل. مازلنا ما خذيناش كل شيء شباب، مازلنا ما خذيناش كل شيء. ايه سي بون خذينا كل شيء. بطبيعة الحال شباب عندنا الميسيونات يعني عند المهمات، تصريح الباير، المهمات اليومية ومهمات الأسبوعية شباب اللي موجودين معايا في الحساب متاعي، يعني من الأصدقاء كيما نشوفوا. خلينا نشوفوا كم الشخص، ما شاء الله عندي 199. اكيد باش نقص يعني من الناس اللي ماهيش تلعب ديما، والناس ماهيش تبعث لي، والناس ماهيش تلعب معايا، باش نقص منهم بطبيعه الحال. والناس اللي موجوده معايا، والناس اللي موجوده معايا يعني مازالوا معايا في الاصدقاء شباب، ابعثوا لي خلينا نعدوا مع بعضنا الميسيونات. انا من الناس يعني اللي نعمل جو ونعمل بون كيف على الميسيونات بتاع البويا باس. باهي ثم نورمال مو ثم عرض يا جماعه، ثم عرض لحظه بركه، ثم عرض اللي هو العرض هذا يا شباب. تشحن 100 جوهرة يعطوك 199، يعني 300 جوهرة، 300 جوهرة تنجم تفتح بها البويا باس. شباب هذه فرصتكم، نحب نقول لكم إذا كان لقيت تفاعل ولقيت الناس اللي تحب الحق عاطف إكريك تي والناس اللي توحشت عاطف إكريك تي، ولقيت تفاعل كبير في الفيديو هذايا، باش نختار 3 من التعليقات نشحن له العرض هذا إذا كان لقيت تفاعل كبير. شباب ما تجيش من بعد تقول لي عاطف شبيك وعدتنا، إذا كان لقيت تفاعل نوصلوا أقل شيء، نوصلوا أقل شيء الفيديو هذايا أقل شيء 100 لايك، 100 لايك نصور فيها حتى شيء. أوكي شباب عندي صندوق هذا، شكون يفتح العرض هذا يا شباب؟ شكون يعطي الحساب يفتح لي العرض هذا؟ اكتبوا لي إذا كان واحد منكم يحب يعطي الحساب يفتح لي العرض هذا، يقول لي عاطف أنا ما يسالش أعطيني الحساب بتاعك الحفظ وفي الأمان نشحن لك العرض هذاك. اوكي شباب كما قلت لكم وسطوا الفيديو هذا اقل شيء 100 لايك نختار 3 من التعليقات نشحن له العرض هذاك وياخذ البويا باس. ونشكر كالعاده مره اخرى الناس اللي الناس اللي استقلت عليا، الناس اللي قالت لي عاطف وينك، ثم شكون يعني بعث لي مساج على انستغرام قال لي عاطف وين تستريمي. نحب نقول لكم يا جماعه راني البريود هذه بصراحه عندي ظروف وخدمه، ما نجمش يعني ننزل كل يوم فيديوهات. كنت تحبوا نعملوا يعني فكرة فيديو في بلاصة أخرى مع يعني البرة، اكتبوا لي في التعليقات ديجا. أنا خمم إني نعمل قناة أخرى تكون فيها يعني من الحاجات هذه، يعني بلايص نمشي لهم بحر. تعرفوني شباب زاد الناس اللي تعرفني يعني في بالكم اللي أنا مغروم بالحاجات هذه. أوكي شباب حظ موفق للجميع في المسابقة اللي قلت لكم عليها. لهنا نوصلوا لختام الفيديو بتاعنا، إن شاء الله يكون عجبكم. إلى اللقاء إن شاء الله في فيديو قادم عن قريب. باي باي شباب.